مرحبا بكم في مخيم فصل الصيف، المكان الذي يمكن أن يصبح فيه أي شيء أو أي شخص صديقك المقرب. نعم إنهم لطفاء ولكن مخيفين قليلا، فضائيين محبوبين، وحتى الأكل لذيذ ما عدا حلوى المارشميلو. يا إلهي ألم أذكر خفيفي الأيدي؟ إذا انضموا لأوسكار وهيدجهوك في مخيم فصل الصيف، العرض الجديد من المغامرات الخيالية. ماراثون مخيم فصل الصيف اليوم في الأوقات التالية على كارتون نتورك.